مناسبة افتتاح الدورة الشتوية الخارجية لنظام الفني من الجمعة 14 أكتوبر 2022، والذي خصص المحور الثاني من خطابه الثاني للحديث في موضوع الاستثمار حيث قال جلالة إننا نراهن اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لأنها توفر فرص الشغل للشباب وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية. إكرام حمي رئيسة قسم تبسيط المصادر ودعم الأخلاقيات بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. هذا اللقاء التواصلي والتحسيسي اليوم على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، الهدف منه هو التواصل مع يعني جميع الفاعلين على مستوى الجهة من أجل تفعيل على أرض الواقع الصيغة الجديدة المبسطة للمصادر الإدارية اللي كتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واللي قامت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع وزارة الداخلية ومع جميع الإدارات المعنية بهذه المصادر هذه على تبسيط هذه المصادر، بحيث أن تم حذف 45.5% من الوثائق اللي هي اليوم مطلوبة من المستثمرين من أجل الحصول على هذه القرارات الإدارية. والأهمية ديال هذه اللقاءات هي أن يكون يعني واحد التواصل فعال مع الفاعلين على مستوى الجهة من أجل العمل على تطبيق هذه المصادر الجديدة على أرض الواقع، وفور إن شاء الله الانتهاء من هذه الخرجات الجهوية على مستوى الجهات الـ12 للمملكة غادي يتم إطلاق العمل بهذه الصيغة الجديدة المبسطة يعني قبل نهاية هذه السنة إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.